لاحظ معي هذه الجملة، أحمد أطول من أمينة. أحمد، إذن أحمد هو الفاعل the subject، والفاعل يحتاج فعلا، لا يوجد فعل هنا، ولكن في الإنجليزية نحتاج فعلا. إذن نكتب الفعل be verb to be، فنقول is، أحمد is، he is. أطول taller من than أمينة. أمينة، أحمد is taller than أمينة. أحمد أطول من أمينة. إذا لاحظ معي، هنا استعملنا taller. Taller is a comparative adjective، صفة مقارنة. We use comparative adjectives to compare two people, places, animals, things. إذا نستعمل صفات المقارنة للمقارنة بين شخصين أو بين الأماكن أو بين الحيوانات إلى غير ذلك. هنا لدينا طويل. طويل تعني tall. Tall. Tall is an adjective. Tall هي صفة. لكن عندما نقول أطول، أطول تعني taller. Taller. Taller is a comparative adjective. هي صفة للمقارنة. القاعدة الأولى first rule. إذا لاحظ معي، سريع تعني fast. Fast. Fast is an adjective. هي صفة. Becomes faster. Faster. إذن هنا أصبحت صفة مقارنة. إذا لاحظ معي القاعدة، for one syllable adjective، يعني الصفة التي تتكون من مقطع واحد، we add er at the end of the adjective. نضيف er في نهاية الصفة. fast نضيف لها er فتصبح faster. For example، كلبي يجري أسرع من كلب أحمد. كلبي، كلب تعني dog. Dog. كلبي، my dog. كلبي، my dog يجري، runs أسرع. أسرع is the comparative adjective، هي صفة المقارنة لنقارن بين الكلبين. إذن أسرع faster، هذه هي الصفة the adjective. Becomes faster بإضافة ER، نضيف ER في النهاية. من than تستعمل في المقارنة، أداة للمقارنة. من كلب أحمد، أحمد's dog. My dog runs faster than Ahmed's dog. My dog runs faster than Ahmed's dog. إذا لاحظوا معي، يكفي أن نضيف ER for one syllable adjective للصفات التي تتكون من مقطع واحد. ما زلنا في القاعدة الأولى، الصفات التي تحتوي على مقطع واحد، one syllable adjective. إذا قبل أن نذكر القاعدة الجزء الثاني منها، فلنتذكر ما هي الحروف المتحركة vowels والحروف الساكنة consonants. Vowels we have five letters، عندنا خمس حروف هي vowels A, E, I, O, U، وما تبقى من الحروف تسمى consonants، حروف ساكنة. إذن ضخم تعني big. لاحظ معي الحروف، بالنسبة للحرف الأول B لا يوجد هنا، إذن B is a consonant. الحرف الثاني I is a vowel. الحرف الثالث G is a consonant. إذن عندما تكون الصفة تتكون من consonant, vowel, consonant، we double the final consonant، يعني الحرف الأخير
الكونسوننت الأخيرة وي دبل إت نكتبها مرتين. إذا لاحظ معي أدخن نكتب الصفة أولا كما هي. قلنا عندما تتكون من كونسوننت فاول كونسوننت الحرف الأخير الذي يكون كونسوننت وي دبل إت نكتبه مرتين جي جي. Then we add ER. ثم نضيف بعد ذلك ER. إذا لم تكتب الحرف الثالث مرتين فهي خاطئة. For example, الكلاب أضخم من القطط. الكلاب dogs. Dogs. كما قلنا في الإنجليزية نحتاج فعلا بعد الفاعل. وهنا ليس هنالك فعل في العربية، أما في الإنجليزية يجب أن نضيف فعل. ما هو الفعل؟ هو الفعل be، verb to be. نقول dogs are، they are أضخم. قلنا big، we double the final consonant، then we add er، becomes bigger. إذا dogs are bigger. عفواً dogs are bigger من، قلنا من هي than، وthan تستعمل كثيراً في المقارنة. القطط cats. The second rule، القاعدة الثانية، لاحظ معي. كسول تعني lazy. Lazy. For two syllable adjectives that end in y، إذا لاحظ معي two syllable adjective يعني تتكون من مقطعين lazy وتنتهي بالحرف y، ماذا نفعل؟ we change y to i، نقوم بتبديل حرف y الى i. لاحظ معي هذه هي الصفة، تتكون من مقطعين كما قلنا وتنتهي بالحرف y. إذا ماذا نفعل؟ نقوم بإبدال y إلى الحرف i and we add er. إذا الخطوة الأولى ما هي؟ نبدل الحرف y ب i، والخطوة الثانية نضيف er، تصبح lazier أكثر كسلا. مثال: كلبي أكثر كسلا من قطتها. كلب تعني dog. كلبي my dog أكثر كسلا. قبل أن نكتب صفة المقارنة يلزمنا هنا فعل، قلنا في الإنجليزية ضروري من الفعل بعد الفاعل. إذا نستعمل الفعل be فنقول my dog is أكثر كسلا. كسول تعني lazy. عندما ترى أنها تتكون من مقطعين وتنتهي بالحرف y، أول خطوة تبدل y وتكتب مكانها i، ثم تضيف er في النهاية. lazier من، قلنا نستعملها دائما، هي than. than قطتها. قطتها، قطة يعني cat. قطتها her cat. قطتها. My dog is lazier than her cat. My dog is lazier than her cat. Okay. إذن القاعدة الثالثة. The third rule. عندنا هنا مثير للاهتمام. مثير للاهتمام تعني interesting. Interesting. إذا لاحظ معي. For two syllable adjective we use more before the adjective. إذا كانت الصفة تتكون من مقطعين أو أكثر نضع الكلمة more قبل الصفة لأنه لا يوجد في النهاية y. إذا لا نطبق القاعدة السابقة بل نكتب more ثم الصفة، يعني أكثر إثارة للاهتمام نقول more ونكتب الصفة كما هي interesting.
more interesting. More interesting. إذن عندما تكون الصفة فيها عدة مقاطع ولا تنتهي بواي فإننا نضيف more ثم نكتب الصفة كما هي. مثال: نهاية الكتاب أكثر إثارة للاهتمام من البداية. نهاية the end الكتاب of the book the end of the book. لاحظوا معي لا يوجد فعل هنا، إذا نضيف الفعل be نقول the end of the book is، وهنا نريد أن نكتب comparative adjective. إذا قلنا interesting تصبح more interesting. Is more interesting. Interesting. ودائما بعد صفة المقارنة نكتب than. من than. البداية the beginning. إذن النهاية the end، البداية the beginning. The end of the book is more interesting than the beginning. Okay؟